مشكلة السلام من خلالها كل جمعيات نشطة بدرجة الألوان على هذه المبادرة الراقية جدا، هذه المبادرة ديال الامتنان، هذه المبادرة ديال الشكر. الطابور الإعلامي لمراسل موقع ويسال نيوز السيد رضوان نويل، فشكرا على تغطيته في هذا الحدث. هاد البادرة هذه تتبين بأن كاين واحد الترابط، واحد التفاعل ما بين المجتمع المدني والأطر ديال القطاع الشباب. إذا العمل ديالنا عمل اجتماعي، هذا هو اللي تيولد تيعطي واحد الكوكتيل ديال الحب ما بين الجمعيات وما بين هذا الحفل هي غير واحد البادره طيبه بسيطه وداكشي، ولكن عندها الدلاله ديالها وعندها واحد الامباكت، واحد الاداء ايجابي في نفسيه وشخصيه المحتفى به. السيد اللي بقى واحد 34 سنه ديال العمل والجيك هذا اقل ما كاين، هذا المجتمع المدني تيدير هذا الاعتراف وهذا التكريم البسيط لهذا السيد. هذا تيبين على بان كاين واحد العلاقه الجدليه فيها تيجمعها هو الحب ما بين الناس، بان راه كاين العمل جاد، بان السيد تيبدل تيخدم تيعطي كل ما من عنده باش يشتغل مع المجتمع المدني، يشتغل مع المجتمع المدني بانه السيد عنده ايمان وطني، انسان مغربي تيأمن حتى المغربي ديالو وما يخدم بلادو. دونك اقل ما كاين هي الاحتفال به، عطيه واحد السيس ديال الامل، كذلك على الظروف الصحيه ديالو، هذه هي الفتره اللي يمكن نديروا واحد الدعم النفسي والدعم الاجتماعي لهذا السيد اللي تيستحق كل شيء اللي بذل المجهود ديالو، لانه تعرفوا تاريخيا العلاقه ديال 30 سنه تعرف السيد الاشتغال ديالو كيفاش تيشتغل. إذن ممتازة المجتمع التزاوي ماشي مجتمع سهل، مجتمع الإنسان اللي تكون فيه سيكون قوي، يكون عنده وزن، يكون عنده الإمكانيات كبيرة، السيد عنده الإمكانيات وبذل واحد المجهود ومازال الشعبة ديالو ما يعطي. إذن أقل ما كاين تنحتفلوا وتنشكروا على العمل اللي تيبنوا وتنطلبوا منه المزيد، نتعاونوا كاملين باش نديروا الطفرة والإقلاع للمجتمع التزاوي إن شاء الله. شكرا لك سيد. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أنا كنشكر الجهاز الإعلامي اللي كان حاضر في الحفل، وواقع التفاتة راقية جدا، التفاتة من المجتمع المدني يعني في إطار شفية السلام اللي خدات هاد يعني في هاد الشهر المبارك، احتفال اللي كان لابد أنه فيه شيء من الاعتراف، فيه شيء من الامتنان، فيه واحد الشيء من الشكر، وكان زي يعني احتفال عنده طابع انساني، طابع اسري اللي في الواقع اثر فيا بشكل ايجابي. وكما قلت انا في الكلمه ديالي نتمنى الثقافه ديال الاعتراف، الثقافه ديال الوفاء، الثقافه ديال تقدير الاخر، انها تولي واحد التقليد اللي يومي مارسو المجتمع المدني داخل الهياكل. سالوت، فشنو هي الرؤيه المستقبليه لك؟ الرؤيه المستقبليه ديالنا حنا على مستوى كقطاع كما قلت انه نعتبر المجتمع المدني هو شريك اساسي، هنا الرؤيه المستقبليه القريبه جدا هو واحد البرمجه ديال جلسات عمل مع الناس الجمعوي باش نديروا واحد التقييم حول ما مدى مساهمه المجتمع المدني والقطاعات الاجتماعية تقدر تدخل الشباب، لما لا التفكير في برامج جديدة فيها شيء من جديد وفيها شيء من التكرار. شكرا سيدي.